يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يفهم من قوله سبحانه وتعالى الذي يصل النار الكبرى أن هناك نارا صغرى؟ الدنيا نار، الدنيا نار، الدنيا نار صغرى، نار الآخرة أشد. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ونار الدنيا مذكرة بنار الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكر بنار الآخرة. نعم.